وسط البلد في عمان، ممرات ضيقة تقودك جميعها للمسجد الحسيني الكبير، مسجد بناه الفاروق عمر بن الخطاب منذ 14 قرناً من الزمان بهندسة معمارية تحمل في طياتها روح التاريخ. هذا المسجد بالذات يقع في وسط عمان، يخترق شارع الملك طلال الأول، ويعتبر شيء مهم بالنسبة للأردنيين كافة، ملتقى الأردنيين كله في هذا المسجد. المعمار الذي أمامكم كان يعتبر الإعمار الأول في الأردن، لأنه ما كان في إعمار في الأردن كلها. بني فوق أنقاض المسجد الأموي القديم وحمل اسم العمري حتى عشرينيات القرن الماضي، حين أعيد بناؤه في عهد الملك المؤسس عبد الله الأول في عام 1921، وحمل اسم الجامع الحسيني نسبة إلى الشريف الحسين بن علي. أنا عثرت هذا المسجد من 67، كنت أنزل أصلي فيه المغرب والعشاء وأداوم عليه على استمرار، كنت يعني عندي أحضر الدروس عاد في أيام ذكرى المولد النبوي والهجرة والاحتفالات الدينية. وللمسجد حكاية تميزه، فهو يعد من أقدم المساجد التي شيدت خارج الجزيرة العربية. المسجد الحسيني مسجد عريق، مسجد تاريخي، مسجد يمثل أحد معالم العاصمة عمان. من غير المسجد الحسيني فيش عمان، هي ملتقى الناس المغتربين، عنوان البلد. مساحة المسجد تبلغ 58 متراً طولياً وعرضه 12 متر، وعلى الرغم من مساحته الواسعة إلا أن المسجد لا يتسع للأعداد الكبيرة من المصلين، ومنهم من يصلي في الشارع يوم الجمعة خلال صلاة الظهر. فبالرغم من كثرة المساجد إلا أن الحسيني المسجد الأهم الذي بات معلماً دينياً وسياحياً مهماً. المسجد يعتبر جوهرة دينية وتاريخية وثقافية مهمة لأهالي عمان، فالحسيني راسخ في عمان وباق في حاضرها ومستقبلها. تجان فارس، A1 TV، عمان.